الله أكبر الله أكبر الله فالأمل
هو أساس الحياة. الأمل ينمي في القلب حسن الظن بالله، ولذلك لما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سيدنا معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى أهل اليمن، ماذا قال لهم سيدنا المشرع؟ قال لهم: بشرا ولا تنفرا. وكان صلى الله عليه وآله يحب الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فالناس في الأوقات العصيبة يحتاجون إلى من ينشر الأمل بينهم. رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على الصحابة يوما فوجد الصحابة يتحدثون عما يحدث، فقال لهم سيدنا النبي: والله ليتمن الله هذا الأمر. ورسول الله كان في أصعب اللحظات، إلا أن الأمل كان يملأ قلبه صلى الله عليه وآله. وفي معجم الإمام الطبراني يوم الخندق، لما عاد المشركون على المدينة المنورة فحفر المسلمون خندقا حول المدينة فعرضت لهم صخرة فلم يستطيعوا أن يكسروها، تلك الصخرة هي صخرة سيمر من فوقها المشركون ويقتلون المسلمين، فإذا بسيدنا رسول الله يقول لهم: أعطوني معولا. فأخذ رسول الله معولا وضرب الصخرة فخرجت منها شرارات، العدو في ظهر سيدنا النبي والصخرة بين يدي حضرته، إلا أن سيدنا المشرع إنما أرسله الله لينشر الأمل، فمع أول ضربة قال رسول الله وهو في هذا الموقف العصيب: فتحت فارس. إذن رسول الله ينشر الأمل. رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الطائف، يوم أن خرج أهل الطائف ورموه بالحجارة وفعلوا معه ما فعلوا، وارتجت السماوات العلى ونزلت ملائكة الرحمن، وإذا بملك الجبال يقول لسيد الأنام: يا محمد مرني أن أطلق عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فماذا قال سيدنا المشرع؟ قال له: لا، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له سيدنا جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. أيها الإخوة الموحدون، البر لا يبلغ، الذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال الله: أنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الوجه الأزهر سيد النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. رسول الله كان ينشر الأمل مع أصحاب الأعصار. أي إنسان عنده عذر يبشره رسول الله. فمن أراد أن يحج بيت الله الحرام أو يجاهد في سبيل الله، خرج المسلمون يجاهدون مرة في سبيل الله وقعد جماعة عن الجهاد لمرض أو لفقر، فإذا بسيدنا المشرع يقول لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا جلسوا في بيوتهم وأنتم خرجتم للجهاد، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. غير أن الأمل يحتاج إلى عمل. فسيدنا رسول الله لما قدم عليه أحد الأعراب وكانت معه نهقته، فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، يعني أربطها أم أطلقها وأتوكل؟ قال له رسول الله: لا،
يومه النجاة ويوم التضحية، يوم نجى الله فيه سيدنا موسى، ويوم انتقل فيه سيدنا الإمام صاحب المقام إلى جنة عبد مع جده سيدي رسول الله. ترد ثياب الموت حمرا، فما تجا لها الليل إلا وهي من سندس خضر. يا حسين عليك سلام الله وقفا، فإني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. يوم عاشوراء من صام كفر سنة ماضية له. فالله نسأل في تلك الساعة، اللهم ارفع الوباء والبلاء عن كل العباد يا رب العالمين. ربنا اجعل مصر بلد استقاء رخاء، أمنا أمانا وسائر بلاد العالمين. اجعل جمعنا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده معصوما. لا تدع اللهم فينا ولا لنا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا متطلعا لحد بيتك الحرام وزيارة مولانا سيدنا النبي كل عام إلا بلغته. برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، حافظوا على التباعد بينكم، ساعدونا في الخروج من المسجد عقب الصلاة مباشرة، جزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رجاء من أحباب مولانا سيدنا الإمام الحسين عليه السلام مغادرة المسجد حتى نبدو بصورة طيبة، لأن الإعلام يلتقط الصور، فلو حدثت صورة سلبية لا يفتح المسجد في الجمعة القادمة، فعاونونا على الخروج من المسجد، سنخرج من الباب الذي دخلنا منه ومن الأبواب الجانبية، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.